واشعل سيجاره من فتيل السيجاره هيلن يلقى عامر سبقها غير. السلام عليك علي سالم بداود الدري، يا مرحبا بك في محمية القوع. مرحبا يا خليفة عبد الله، مسي عليك وعلى متابعينك. يا مرحبا جميع محبين السلالات الطيبة. يا مرحبا فيك والله. طال عمرك الشيخ اليوم، الله يطول بعمره، الشيخ سمو الشيخ ذياب بن سيف. الله يطول عمره الشيخ ذياب بن سيف، الله يجزيه خير ويطول عمره ولا بغريب عليه محمد. اليوم طال عمرك طرش خيرة الزمول الموجودة عندك في المحمية إلى محمية القوع، ومن هنا مناور ود الرعبية، ومن هنا نسيم، ومن هنا طعام كل سادة، ومن هنا الزمول الطيبة. وإحنا صراحة نشكره جزيل الشكر، وبيض الله وجهه وطول عمره نيابة عن أهل المنطقة كامل. نوجه له تحية وشكر، ونشكر مطار بعد الطنيجي ما سوي عن عام، ونعم ما سوي الزمول على هذه البادرة ودعم المحمية بالزمول الطيبة، سواء طال عمرك سموه أو هجن الرئاسة أو هجن العاصفة، كل الشكر والتقدير لهم. جزاهم الله خير. والشكر للجميع يعني اللي ساهم في هذه المحمية، صار أنا أول مرة أجيكم هني. الشكر للجميع، كل من ساهم في هذه المحمية. واليوم يعني أنت تواجد عندك مثل مناول ود الرعبية، هذا طعمك من الفحول الطيبة، زمول الرئاسة موجودة، زمول العاصفة موجودة، كل الزمول الطيبة موجودة، فكل الشكر لك أخوي فهد على مساهمتك. الأخوان اللي عندك بعد في 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 الجروب اللي أنتم مسوينه، المساهمين في هذه المحمية، كل الشكر لهم والتقدير، أتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. العفو واجبنا، ونشكرك أيضا أنت على خلف الكواليس على متابعتك وسعيك لدعم المحمية بالزمول الطيبة من ركاب الشيوخ سواء من الجماعة، جزاك الله خير. طول عمرهم الشيوخ، طول عمرك ما مقصرين يا فهد، الشيوخ بس يبون حد يوصل لهم المعلومة، فاحنا في دار خير الله يطول عمرهم، ودارنا دار خير. يعني كل ما وصلت المعلومة للشيوخ ان الناس محتاجة هذا الشيء، تلقاهم اول شيء هم من يساهمون في هذا الشيء. لا شك لا شك، طويل العمر الله يجزيهم خير، هم الداعم الرئيسي لجميع الرياضات ورياضات سباقات الهجن. فاليوم احنا لو بلاهم ما استوت هذه المحمية طول عمارهم. اليوم في زمول من الرئاسة، في زمول من العاصة، في زمول من اصحاب من اسمه الشيخ ذياب بن محمد، في زمول من ابناء المواطنين الله يجزيهم خير المساهمين في هذه المحمية. فكل من ساهم في هذه المحمية الله يجزيه خير، لان في كبار السن يا فهد ما يقدرون يوصلون للزمول البرانية. فاليوم وفروا عليهم الله يطول عمارهم هذا المسافة الطويلة، يبغوا لهم الزمول هني، اتمنى لهم ان شاء الله التوفيق. امين ان شاء الله للجميع، الله يطول عمركم عمار المعازيب، الله يجزيهم خير ما مقصرين، ولا هي غريبه منهم على الدعم المتواصل والمستمر، الله يجزيهم خير. خير مشكورين.